دلوقتي جيب معاكم مع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. مساء الخير واهلا بكل مستمعينا وكل مشاهدينا في كل مكان، وحلقه جديده من حلقات اتفقنا يوم الخميس. احنا النهارده 31، صح؟ النهارده 31/8، خلاص اخر يوم لشهر اغسطس اللي ساعات بيطول معانا زي شهور تانية كده، بس خلاص النهارده اخر يوم فيه ونبدا شهر جديد باذن ربنا، الكوارتر الاخير في السنه. شئنا أم أبينا بتقلها بحلوها بمرها تعتبر سنة جريت برضو. أي نعم كان فيها أيام تقيلة وأحداث تقيلة وظروف تقيلة ومسؤوليات تقيلة، بس ما نقدرش ننكر أن برضو فكرة أن الحياة بتستمر وأن الدنيا بتكمل، دي أكبر دليل عليها أن احنا فاضل 3 شهور ونبقى في 24. إن شاء الله الثلاث شهور اللي فاضلين يكونوا 3 شهور حنينين على الناس كلها، وخلاص أنا عارفة أن بداية المدارس، أنا عارفة أن هيكون في البيوت المصرية كلها بتستعد حالة الاستنفار القصوى علشان خاطر نبتدي نأهل الأولاد مرة تانية أن هم يرجعوا المدرسة وأن هم يلتزموا. عارفة ان في مصروفات، عارفة ان في لبس مدرسة والحاجات بقى اللي هي المقلمة والمسطرة والجلاد والشنطة والكلام ده كله. بصوا، على قد ما هي بتبقى حاجات ممكن اسعارها طبعا دلوقتي اسعار تانية خالص، بس كل وقت وليه فرحته وكل وقت وليه المستلزمات بتاعته. أنا متأكدة أن كل أب وأم بيبذلوا أقصى مجهود علشان ولادهم يكونوا مبسوطين ومرتاحين وداخلين السنة الجديدة بكل حاجة نفسهم فيها علشان كمان يذاكروا كويس. ونصيحتي لكل اللي لسه في المدرسة، ونصيحتي لكل كمان اللي لسه في الجامعة، اتبسطوا 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 على قد ما تقدروا. ولو هنعتبر ان المسؤولية الوحيدة اللي عند حضرتك وعند حضرتك ان انت تذاكر وتنجح، يا محلاها مسؤولية. انبسطوا، العبوا، افرحوا، حبوا بعض، اكتشفوا نفسكوا. كل واحد فيكوا، انا بيتهيالي الجيل الجديد ده كمان والتعليم او الحاجات الحديثة بقت بتخلي الطفل مش نكتشفه بقى لما يبقى راجل او نكتشفها وهي بتشتغل، هم بيكتشفوا بعض وبيكتشفوا نفسهم وهم صغيرين وهم في المدارس. المدرسين بقوا على وعي اكتر بكتير انه يبصوا جوه الطالب مش بس من براه. الاب والام النهاردة شايفين الدنيا بتتغير وشايفين انه في حاجات كتير جدا كانت بالنسبة لنا احلام وما تتعملش، بقى في ولاد بيقدروا يوصلوا لها وفي مصريين بيقدروا يحققوها. فاتمنى ان تكون الفيجن دي او الرؤية دي واحنا كده واخدين ولادنا اول يوم في المدرسة، ان شاء الله حتى في الحضانة، وداخلين بيهم المدرسة علشان يبتدوا مشوار التعليم. حببوهم في التعليم، ما يبقاش عقاب، ما يبقاش يعني فترة بالنسبة لهم اللي هو تقيل على قلبهم. في مدرسين بيعرفوا يحببوا الطلاب في المادة بتاعتهم ويفضل اسم المدرس ده لغاية ما يبقى جد وجد، يقولك أستاذي في المدرسة اللي كان بيعلمني مش عارف الفيزيكس ولا الكيمستري ولا whatever، بيبقوا حاطينهم في قلبهم علشان عرفوا يدخلوا هم بنفسهم قلبهم. وهنعمل حلقة عن الموضوع ده إن شاء الله إن شاء الله. يعني حلقتنا النهاردة برحب فيها طبعا بكل اللي بيسمعونا في العربيات وكل اللي بيشوفونا عن طريق النايلسات وكل كمان اللي بيتابعونا من جوه مصر ومن برا مصر على الابليكيشن. برحب بيوسف على الميكسر معايا النهاردة، هو مهندس الصوت اللي هيقود الحلقة. وبفكركم بأرقام التليفونات 3-8-35-022 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 ده سيرفيس الواتساب. حلقتنا النهاردة هكون بتكلم فيها عن كلمة يمكن يعني بتسقط سهوا كده من قاموس اللغة بتاعتنا، يعني كلمة تحس ان هي محطوطة على رف كده مش مستخدمة، مع ان هي مهمة جدا في طريقة معاملتنا مع بعض، بس ما تفهمش هي واقعة مننا ليه. نقول
ألفاظ تانية أو نقول تعريف تاني لفكرة الكلمة دي، بس سايبينها على جنب. وهي الحقيقة بتفسر سلوك شخصي إحنا محتاجينه في أوقات كتير جدا جدا جدا، محتاجينه لأن هو بيساعدنا إن هو يخلينا نعرف نختار كلامنا صح، يخلينا نكون أذكياء قدام نفسنا وقدام الآخرين، بيساعدنا إن إحنا نسيب تأثير جيد لما يفتكرونا يقولوا لا والله ده يعني حد كده بيعرف يتكلم. وفي نفس الوقت بيبعدنا عن فكرة إن إحنا نكون يعني ما يقال عنه إنه إنسان جليات ما بيعرفش يختار كلامه، أو إنسان مدب ما بيعرفش يتكلم، أو نسمع كلمة حد يبقى قاعد كده وإنت تقوم رميت له حاجة فيقول لك يا عم الملف السعد، يعني فكر بس قبل ما تتكلم. فكرة كلمة الكياسة، معرفش أكيد في ناس كتير ممكن تقول لك يا دي جابتها منين، ما نستخدمهاش خالص، محدش يقول لك أصل ده عنده كياسة في الحوار، ما عندوش كياسة في أسلوب التعبير. كلمة فعلا مهمة، بتهيألي في جيل ما يعرفهاش خالص، يعني حد يقول لك لا ده دبلوماسي، لا ده اجتماعي، ده ما اعرفش ايه، لكن هي لا، هي بتعدي ده لان هي بتشتغل على المخ، وبتربط مخك بلسانك، وبتربط مخك بلسانك بقلبك عشان تعرف تكون طيب وحنين في اي تعليق انت بتقوله. الحقيقة ان الباليت او يعني الوان الكياسة كتير، يعني احنا عارفين دايما انه دايما يقول لك الشخصية الدايركت هي ابيض واسود، لا الكياسة هي اللي بتديك كل الباليت بتاعت الألوان الباقية، بس من غير ما تبقى متملق، من غير ما تبقى كذاب، من غير ما تبقى متلون، من غير لا 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 لا، هي في حتة تانية خالص. هي بتخلي لسانك شيك، بتقول بالعكس انت صريح وبتقول مش بتخبي حاجة في قلبك، بس بتعرف تصيغها بطريقة صح عشان اللي قدامك يستفيد. لأن أنت لو جرحته أو صدمته أو ضايقته أو كسفته، طب إحنا كسبنا إيه؟ ما هو أنت ما عملتش حاجة، أنت كده ضايقته. تعالوا النهاردة نتكلم عن مفهوم كلمة الكياسة، وقد إيه إحنا محتاجينها في تعاملاتنا مع بعض، وقد إيه هتفرق في انطباع الناس عنك. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 سيرفيس الواتساب. مستنياكم، مستنية تليفوناتكم وكل تعليقاتكم. ونجوم اف ام تي في، برحب بحضراتكم من جديد، وبنبدأ على طول مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بفكركم مرة تانية بأرقام التليفونات 3-8-3-5-0-22 رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 معايا أستاذ جمال على التليفون. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، أهلا وسهلا. تحياتي لحضرتك أستاذ مريم، واسمحي لي أحيي الإنسان المحترم اللي استلم مني التليفون، الأستاذ يوسف. يوسف حاضر، هو سامع. عموما أشكرك يا فندم على ذوقك. لا إنسان محترم جدا، ويكفي إن هو يعني ورا الميكروفون، يعني يعتبر إيه، هو ده اللي يعني بيستقبل مننا المكالمة قبل ما نطلع على الهواء. صح صح، فإنسان صح. محترم جدا جدا، لازم ياخد حقه برضه. طبعا طبعا، وأشكرك على اللفتة الكريمة دي، متشكرة جدا. الله يكرمك. تفضل استاذه مريم، انت يعني بتتكلمي في حاجه مهمه جدا اللي هي الكياسه. انت تعرفي ان الرسول عليه الصلاه والسلام ربطها بالايمان، المؤمن كيس فطن. فاذا الايمان ان انت الكياسه هي وزن الامور، يعني ما لا تعلى عليها ولا تقلل منها، توزنها بالظبط وعلى قدها تتكلم، لا تأفور ولا تستهين بيها. أوكي. لان اللي قدامك عشان يعني كلمه كياسه يعني ايه، يعني ان انا استمع كويس جيدا. لان الاستماع اكتر من الكلام، عشان انا استمع كويس يبقى انا هعرف ارد، تعقل الامور، يعني تدي لعقلك الفرصه ان هو يسمع ويستوعب ويفهم. لان عشان هتفهم يبقى هترد صح، انما هتقوم قاطع اللي قدامك وتتكلم في نص الكلام
اولا هو الفكره اللي قدامه ما قالهاش، وانت راخر هترد في حاجه مش كامله، فانت هتزعل من اللي قدامك، واللي قدامك راخر هيزعل منك، لان ايه الرد هيبقى ايه؟ لا في كياسه ولا في ذكاء ولا في فهم، ما لحقناش نفهم، ما فهمناش في بعض. فالكياسه ان انت تفهم اللي قدامك وتوزن الامور قبل ما ايه ما ترد. يمكن أنا بوافق حضرتك جدا أستاذ جمال، لأن دلوقتي الأغلبية العظمى هي الحقيقة بقت ما بتسمعش، هي يعني بتسيبك تتكلم بس هي هترد تقول اللي في دماغها. بالضبط، هي يعني اللي حضرتك بتقوله ده بيدخل من ودنها الشمال يطلع من ودنها اليمين، لأن هي محضرة already regardless أنت هتقول، أو يعني بغض النظر أنت هتقول إيه، أنا عندي حاجة هقولها وهقولها دلوقتي، وبغض النظر بقى هي لايقة مش لايقة. أيوه. لا بص يا استاذه مريم، كمان احيانا اللي قدام، ودي بنشوفها في بعض الفضائيات والحاجات دي، لما ان انت تعملي ايه، الشخص او الضيف بيتكلم واللي هو مستني اللي هو المفروض ان هو بيستوعب الكلام عشان يرد عليه بسؤال تاني. لا هو مش همه السؤال، هو همه اللي انا هرد عليه اقول له ايه بعد كده. ايوه بتلاقي حتى بشوفها وبيبقى هيجي لي جلطه والله بشوفها. والله بحس اللي هو يوم سبتي يعني الراجل مثلا او الضيف اللي قدامك او قدامك او الضيفه قالوا كنز في الكلام، في كنز اتقال دلوقتي في كلامه، اللي هو عديتيها عادي او عديته عادي عشان تسال السؤال اللي بعده، ده انا ممكن اقفل الحلقه عند الحته اللي هو قالها دي، اللي هو هيستفيد بيه المستمع. ببقى عايزه محاليل والله تمشي معايا والله. لا وغير كده احيانا كمان يسال السؤال وهو اصلا في سرد الكلام بتاعه، هو اصلا جاوب على السؤال اللي انت اصلا ما حددهاش. يعني تخيلي بقى لما تكون حاجه زي كده، فين هنا بقى الكياسه والفطنه؟ صح لازم صح. تكون من الاثنين. انا ما بتكلمش على المذيع ولا على الاعلامي ولا على اي حد، انا بتكلم بصفه عامه، سواء اللي بيستمع او اللي بيستقبل. عندك اللي حق. هو بيقول الكلام. عندك حق. بشكرك استاذ جمال جدا على مداخلتك. شكرا 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 يا فندم. شكرا، مع السلامه مع السلامه. يعني الاستاذ جمال قاله حقيقي بيحصل معانا كتير، عشان كده في وقت كان في اغنيه الانغام بتقول الالك حد، احنا محتاجين في اوقات كتير ان احنا نلقالنا حد، في حد بتجري عليه عشان تاخد منه حنان وحضن كبير ويحسسك بالأمان، في حد بتجري عليه علشان عايز مشورة، ما هو شاطر في الحتة دي، مشورة مادية، مشورة أعمل كذا ولا أبيع ولا أشتري، الحاجات دي أكنه خبير اقتصادي ومثمن قضائي زي ما بيقولوا. في حد تاني بتجري عليه علشان الكارير بتاعك، معروض علي عرض أقبله ولا أرفضه. في حد تاني بقى، وده اللي هو بيبقى at your service كده، هو أنت اخترته وهو اختارك، إنه تروح تتكلم ترمي كل اللي في قلبك، وعارف متأكد 100% إنه كله أدان صاغية، إن قلبه عليك مش ممكن هيديلك مشورة أو نصيحة غلط، وإن حتى لو أنت في وقت من الأوقات عاكك الدنيا مبهدل الحكاية غلطان من ساسك لراسك أي حاجة أنت جايبها للآخر يعني ماكسيمم، يعني عمره ما هيجرحك بالكلام، عمره يقولك قلتلك. أنا بقى الناس دي كمان قلتلك شفت كنت سمعت الكلام ده بقى على جنب، الناس دي بتعرف تقولك تصغلك الحكاية، عندها كياسة بقى في الكلام، ياخدك بالراحة يهديك يهدي قلبك ويقولك ماشي خلاص ده حصل، مش هنعرف نغير؟ لا هنعرف نغير، طب ما نفكر بقى نعمل كذا كذا كذا، ما كانش أحسن تصرف، يمكن لو كنت استنيت. يفضل يفصص لك الحكاية بحيث انك تروح أكنه اداك مهدئ. الناس دي في حياتنا رزق كبير، لو لقيت حد كده امسك كلبش، حتى لو هو مش عايز يبقى في حياتك كلبش، لان دول مش موجودين كتير، اللي بيعرفوا يحتووك وقت ما انت تكون تايه ايا كانت التوهة. كنز. فاصل وراجعين، خليكم معنا.
انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وبنرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم، بنرجع على الهواء مباشرة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الارضي، و 0-15-59-55-1006 سيرفيس الواتساب. وعايز اقول لكم على حاجة في قلبي بصراحة قبل ما استقبل التليفون اللي جاي، عشان انتوا اللي شايفني على الشاشة انا مش حاطة السماعة بتاعت الاستوديو. انا النهاردة لابسة سماعة غالية على قلبي بشكل، لان هي بتفكرني بايام خطيره. السماعه دي انا كنت بلبسها وانا في صباح الخير يا مصر، قعدت البس السماعه دي لمده 4 سنين تقريبا، كنت بستخدمها هنا بس. حسيت بالشكل الغريب اللي انا بقيت عامله لكم ده على الشاشه، السماعات التانيه بتطلعني شكل غريب، فقلت طب اجرب اشوفها شغاله ولا لا، لقيتها شغاله. فمش قادره اقول لكم بقى الميموريز والاحساس يعني فرحانه بيها كده، يعني معلومة مش مهمة قوي بس أنا حبيت أقولها لكم. معايا إيمان على التليفون. ألو. ألو، مساء الخير، إزيك يا إيمان؟ إزيك يا مريم، عاملة إيه؟ أنت أخبارك إيه؟ تمام؟ تمام الحمد لله. طب الحمد لله يا حبيبتي، قولي لي. اسمحي لي الأول أحييكي على البرنامج الجامد دوت. ربنا يخليك يا رب، من ذوقك. بجد بجد يعني أنا واحدة من الناس ندمين إن أنا ما تابعتش من زمان، يعني إن أنا بجد استفدت جدا 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 من برنامجك، الحلقات البسيطة اللي أنا اتفرجت عليها. يا رب يخليكي، ده من ذوقك. والله بجد يعني حتى في وجهات النظر وكده، أنا كان في حاجات يعني عندي غيرت في وجهة نظري جامد يعني فعلا يعني. طب الحمد لله. بجد اشكرك يعني على البرنامج الجامد ده. انا اشكرك، اشكرك على كلامك، ميرسي جدا جدا، من ذوقك. تاني حاجه كنت عايزه اتكلم في نقطتين. اتفضل. اول حاجه بالنسبه لموضوع الكآسة ده، اول حاجه في موقف كده ما ينفعش فيها مجامله او ان انت هتتكلمي كلام حاجة. قاعدة في مكان مثلا مش مستريحة او مش مرتاحة للجروب اللي انت قاعدة معي او المكان اللي انت قاعدة فيه، او في حد مثلا مش مرتاحة في القاعدة دي، او حصل موقف ما عجبكيش، فغصبا عن الواحد يعني مش هبقى مجامل هتقولك واو جميل ورائع وانت شايفة ان هو مش عاجبك، لا مش عاجبني. طبيعي جدا هقول انه مش عاجبني. تمام. أوكي. فمش هعرف ان انا اعمل حاجه زي دي، اتكلم عن نفسي. ده موقف، لكن الواحد ممكن اقف موقف كتير ان هو لو حاجه ممكن تعدي او ان هي تمشي. هي انا معاكي طبعا، بس بنقولها ازاي؟ هو ده بقى المفهوم بتاع حلقه النهارده. انا ما بقولش لحد خالص لا يكتم في قلبه ولا ما يقولش اللي هو نفسه، لان ده في الاخر بيضرنا احنا وبيضر جسمنا وبيضر نفسيتنا لما تفضلي تكتمي وما تقوليش اللي نفسك فيه او اللي محتاجه تقوليه. ايوه، بس لما انا قاعده في قاعده مش يعني لما حد يقول على حاجه دي واو وجميله وتحفه حلوه، لا ما هو غلط، انا مش هكدب على اللي قدامي او انت صح، انت صح، المجامله ليها حدود، ما اقدرش اجامل في حاجه وحشه. في حاجه وحشه ازاي؟ للاسف الخط بيقطع، خليكي بس في مكان ثابت لو سمحتي. تمام كده. يعني مثلا انا لو قاعده في حاجه مش عاجباني انا اقول ان هي مش عاجباني او مش حلوه، بتبقى برضو في ناس ممكن تتقبل وناس مش هتتقبل. يعني انا واحده من حد قال لي ان الحاجه دي مش عاجباه او كده، عادي انا ممكن اتقبل الكلام عادي، لو ده ممكن يزعل يتقمص، فتبقي فعلا موقف محرج. هنا بقى ذكاء التعبير بقى. هنا بقى، لانه انا يعني اولا انا بشكرك جدا على التليفون، ميرسي. وانا بقولك اوعي تبقي جايه على نفسك، لا ما تجيش على نفسك. بشكرك على التليفون جدا. تمام. تاني حاجة برضو يعني أنا برضو بتكلم في حتة إن في ناس ما بتعرفش تعبر أو ما بتعرفش إنها تقول الكلمة بطريقة كويسة. مش بتبقى وحشة، بتبقى دبش، بتبقى دبش بس مش وحشة منها إن هي كده.
انا في فتره من حياتي كنت كده يعني، كنت زمان وانا صغيره حتى كان دايما تتقالي الكلمه دي فكري في الكلام قبل ما تقوليه. لو وانا قلت ايه، انا ما قلتش حاجه، الحاجه دي وحشه وحشه مش عارفه ايه، ممكن الكلمه تجرح اللي قدامي، بس انا مش دريانه بجد. لا لا انا ما قلتش حاجه، انا ما عملتش حاجه. اللي هو انت صريحه وبتقولي رايك ومش عارفه الغلط فين، اللي هو بطريقه. بس لما دلوقتي كبرت مع الخبره ومعاشره الناس والشغل والحياه، لما فهمت بقى يعني ايه، ان انا يعني لكل مقام مقال، صح. يعني ازاي اختار الكلام في الوقت الكلام المناسب في الوقت المناسب. لو حاجه هتضطرني قوي ان انا هقوله ومش عجباني وهتك، خلاص بعتمد بقى على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلتقل خيرا او لتصمت. ممكن اعمل يعني حاجات، ايه رايك، مش عارفه، ممكن اعمل عبيطه وكاني ما سمعتش، انا اسفه يعني. بس مش هقول رايي، ما دام حاجه مش هتعجب اللي قدامي، وعارفه ان اللي قدامي ده ممكن هيزعل من كلامي او ان هو هياخد على خاطره، فلا خلاص مش هقول رايي اصلا. ما معرفش، او عندك حق. اللي بتقوليه كله انا بوافقك الراي فيه، انا هسكت وهرد عليكي على طول دلوقتي. بس وبس، لكن لما تكون حاجة حلوة وجميلة، لا هنقول انها حلوة وهنقول انها جميلة وعجبانة. ما فيش حد هيجامل حد على حسابه يعني، وعلى حساب حاجة هي مش حاببها يعني. صح. بس هي دي الفكرة. بشكرك جدا يا إيمان على التليفون، بشكرك حبيبتي، وهاخد من كلامك على فكرة المجاملات اللي هي يعني مش نفاق، أرض النفاق. بصوا يا جماعة، كلنا بنستخدم الفلتر، فلاتر 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 فلاتر، طول ما احنا حياتنا بقت فلاتر كتير قوي، والفكرة ان احنا بقينا حابين شكلنا كده، مش غلط، بس لما الموضوع يزيد وبعدين تقول لك مثلا هي ما بتعمليش لايك، ما بتقوليش، ما اعرفش ايه، ما حاجة، ده فلتر حضرتك. ما انا هنضحك على بعض كتير ليه؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، من الأمانة إن أنا ممشيش ورا القطيع كده، اللي هو إيه، أنت حاطة صورة وحشة فأقولك يا حلاوتك يا جمالك خليتي للحلوين إيه، ما أقدرش أعمل ده. وطبعا الواحد اتعلم بالوقت إنه يلتزم الصمت، لأن أنت لما بتنصح اللي قدامك بالنصيحة هو مش عايز يسمعها، هو شايف إن هو عامل أحسن حاجة، فتبقى أنت عدو النجاح على طول، أنت عدو الجمال على طول، أنت عدو الكاريزما. ف don't touch يعني ولا نكلم ولا نعمل touch على السكرين ولا اي حاجه، don't touch، خلاص مش موجودين. ليه؟ علشان الناس مش عايزه تسمع غير ان اللي هي بتعمله صح. يعني يا اما في ناس قليلين تقدر ان انت تقرب منهم كده وكأنك بتهمس في ودانهم، على فكره الصوره دي لا، عندك احلى منها يعني، مش احسن حاجه. بصي هنا اللبس ده يعني، بصي لا انا حاسه، فاكره لما كنت لابسه الفستان او التوب الفلاني، لا كان مدي شيب احسن في طريقه. لو عرفنا نمسك الخيط ده كان بها، ما عرفناش اسكت، لان هم شايفين ان انت بقت قالت ان شكلي مش حلو، غيرانه، حقوده، سودة، مش عارف ايه، اللي هو انت حر وانت حر، مش هقول لكم حاجه، بس في وقت مش مطلوب مني ان وانت شكلك وحش او انت شكلك وحش وانت عامل حاجه وحشه او انت عامله حاجه وحشه، ولا بالنسبه ليا انا شخصيا، ولا بالنسبه للناس اللي بتسمعني، ان احنا نجامل بعض بالكذب، ان احنا نقول لبعض كلام حلو علشان نبقى اسمنا بنبعت لبعض كلام على السوشيال ميديا وبنقول وبنعمل. لا، الناس اللي تفرق معاك لازم تبقى صريح معاهم، لازم تخاف على مصلحتهم وتخاف على شكلهم. يعني دي مش بس كياسة، دي بصراحة نظافة يعني، أنا بحس كده. ولو هنقول نصيحة، ننقي أحسن أسلوب. بصي لا مش يعني أنا عايز أقول لكم على حاجة برضو، أنا يمكن النهاردة بدي examples كتيرة علشان بس أوضح لكم. هي مثلا ما عملت الكنيش اللي أنا عاملاه ده، هي واحدة قالت لي لا 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 ارجعي لي بقى ليس واكستنشن كده، لا لا مش قادرة أبص لك، مش قادرة تبصي لي. ليه حضرتك، ليه مش قادرة تبصي لي؟ مش للدرجة دي،
طب عاجبني بقى وهكمل فيه. الطريقة، مع ان في 99% قالوا كويس، في واحدة جت قالت بطريقة كده. فانا الواحد لما بيكبر بيستوعب وبيعرف ان مش كل الناس بتعرف تختار كلامها ومش بيعرف كده، فاستوعبت ان هي عايزة تشوفني حلوة، هي من وجهة نظرها ده الشكل الحلو، فتمام حاضر هنرجع له تاني، مش مهم هنرجع للأشكال بتاعتنا تاني. كانت أمينة بس اللفظ ما خدمهاش، عادي. بس أقصد إن إحنا لما بيكون في إنسان جلياد طول الوقت، لا ده شيء صعب جدا. في ناس ما بتعرفش تختار كلامها يا جماعة، اللي هو أنت مستحملة نفسك إزاي؟ أنا بشوف ناس مستحمل نفسك إزاي؟ أنت بتطلع دبش يا بابا من بقك، انت يا ماما ما فيش فلتر على لسانك، انت لو اتقال لك ربع جمله من اللي انت عماله تدبيها في البشريه هتركني بمحاليل في مستشفى. كونوا رفقاء شويه، شويه رحمه، نختار الكلام. مش شكلك وحش قوي النهارده، طب اليوم يكمل ازاي؟ يعني اللي بيتقال لها كده في وشها اليوم يكمل ازاي؟ انت تخنت جدا على فكره، بص منظرك، بص المنظر، ايه اللي انت بقى لابسه ده يا اختي؟ اطلع فاصل يا يوسف، عشان كل ما بفتكر حاجات بتتقال قدامي اللي هو ليه ما نسكت. تخنت شويه على فكره، ما كنت بتروح الجيم، كنت انت بقالك فتره ما روحتش الجيم، ممكن لو محزوقين قوي نقول كومنت نختاره، بس مش اكتر، نحس ببعض يعني. فاصل وراجعين. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وانا اكتشفت ان في ناس كتير مش عارفين اللفظ، فحتى جبته لكم من على جوجل. ان انت لما بتتكلم على فكره انك تقول حاجه، تعالج مشكله او تقول راي او فبيقول لك انه الكياسه ان انت تكون عالجت المشكله، مثلا اذا في مشكله ما، بكل لباقه وفطنه وهدوء، تقلان كده في نفسك. الشخصيه اللي عندها كياسه وبتسيب انطباع حلو جدا عند الناس، يعني الناس بتفتكرها دايما بكل خير، يقول لك لسانه حلو، بيعرف يتعامل، بيكسب الناس اللي حواليه. معايا تسنيم على التليفون. الو، انا استاذه مريم. اهلا وسهلا، ازيك يا تسنيم؟ انا بحب اقول البرنامج بتاعك، بتحس اللي هو بيتكلم على نفسيه الناس وبتقول اللي في قلبها وتحكي اللي في قلبها. يا رب يخليكي، ده من ذوقك. انا بحبه عشان كده والله. ربنا يخليكي، ده من ذوقك ودي حاجه بس تبسطني. عايزه اتكلم على موضوع الحلقه النهارده. اتفضلي. اللي هو مثلا انا بكون قاعده مثلا في وسط ناس كبيره ولاقي مثلا حد كبير قوي في السن وكده، بلاقيه بيقول كلام زي الدبش، بكون انا عايزه ارد عليه رد مش كويس، فبسكت وبكبر دماغي. لا، كبير في السن مش هنرد عليه رد مش كويس. مش هنرد عليه رد مش كويس، هنحاول بس نوصلها له من، عارفه اللي هو طريق رأس الرجاء الصالح، التجاهل مثلا. لا ما نقدرش نتجاهل حد كبير برضو في السن، لا عيب عيب. بصي هقولك على حاجة، دي بتبقى طبيعة شخصية، ممكن يكون حتى وهو كبير في السن وهو صغير ما تعلمش. بيقولوا الناس اللي بتكبر في السن بتخرف في الكلام، ده اللي أنا عرفته. لا مش عايزين برضو نقول كده. بصي الكبير في السن ده لما بيكبر بيبقى عامل زي الطفل الصغير. ايوه الطفل الصغير احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعلمه، لا يا حبيبي ما ينفعش تعمل كده، لا يا حبيبي بالشوكه وبالسكينه، لا يا حبيبي صوتك يبقى واطي في وسط الناس، لا دايما بالحنيه وبالطبطبه. نفس الشيء بالنسبه للي كبر او اللي مستواهم حاجه زي كده، ماشي. بس الكبار بقى بتبقى الدنيا والتجارب، فخلاص بقى ممكن يكونوا هم الناس شافت كتير فما بقتش تنقي كلامها، فاهمه؟ ايوه بس احنا خلينا طيبين برضه. اصل في ناس كده نوع من الناس اللي هي بتعرفش تقول ايه، اكنها قطعه ودانها وبتكونش سامعه هي قالت ايه. والله بجد. بصي مدام انت عارفه ده، مدام انت عارفه ده خلاص. يعني فاهمه اللي هو، يعني لو مش عارفه تستحمليهم او مش عارفه تتكلمي معاهم، قللي على قد ما تقدري. والله بكون بقول ده انا خيط بقي احسن وقت على لساني عشان ما اتكلمش قصادهم في حاجه. معلش 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 معلش، هم في الاخر بيبقوا محتاجين الناس حواليهم، محتاجين. ايوه 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 فاهمه. وفي ناس على فكره، في ناس لسانها فالت، ده حقيقي، وشتايم وبتاع، ويبقى كبير في السن وكده بس ده قلبه طيب حقيقي. انا ده بيبقوا قلبهم طيب، انا مش مع الشتايم طبعا، بس اقصد ان هم دول بيبقوا في الاخر تلاقيهم بيدوكي كده يعني خبرات الحياه، لازم بقى يحط شتيمه في النص وهو بيتكلم، ساعات بتحصل كده يعني، بس هو في الاخر بيديكي حاجه
يعني زي درس للحياة. أيوة اللي هو يعني في ناس مثلا بتتكلم. للأسف الخط اتقطع للأسف، أنا أسفة جدا يا تسنيم، معلش حقك عليا. إحنا فاصل طبعا دلوقتي، خلاص الساعة الأولانية خلصت، هنروح مع نشرة الأخبار ونرجع نكمل معاكم الساعة الثانية من الساعة 4 للساعة 5 إن شاء الله. خليكم معنا واستنونا. اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ومرة تانية بنرجع مع حضراتكم على الهواء مباشرة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وبفكر حضراتكم من جديد بأرقام التليفونات 3835022 ده رقمنا الأرضي، و 015-59-55-1006 سيرفيس الواتساب. والحقيقة في شيء يعني مهم جدا كنت عايزة بس أحكيه عن يوسف. ليه ممكن يكون كمان النهاردة مزاجه حلو وجاي بيستقبل التليفونات معاكو بشكل لطيف؟ يوسف بكل يعني نفس كده بسيطة، ويعني مش الإنسان اللي هو تحس إنه هو بياكل كده جامد، يعني هو يدوبك يا حبيب قلبي أكل 8 منجات امبارح، 8. فلازم يجي لكم النهارده موده لطيف. بعدين لما سالته ليه يا يوسف عملت كده، قال لي كنت خلصت زهقان، خلصت كل حاجه، وكان في كمان تين، اكل التين كل يعني كل فاكهه العيله، الفاكهه بتاعت العيله كلها هو قضى عليها. فهو جاي لنا النهارده دماغ مانجا، فيعني لازم هيرد على حضراتكم حلو، يعني فاهمين ازاي؟ 8 من هنا والشفا طبعا يا يوسف، مش هقدر اقول لك اي حاجه، بس يعني 8 اعتقد والله اعلم كتير سيكا، مش قوي يعني سيكا يعني. معنا تليفون ماشي. احنا النهارده للي بينضموا لنا حالا عشان يسمعونا على الهواء مباشرة وللي عايزين يكملوا معانا الحلقة، احنا النهاردة بنتكلم على صفة واتمنى ان هي تبقى موجودة بشكل اكبر في حياتنا، وهو لفظ واقع كده مننا مش بنستخدمه كتير على اساس ان احنا حطينا مكانه الفاظ اخرى، قلنا اصل ده شخص دبلوماسي، شخص ذكي، شخص بيعرف يوصل المعلومة، بيعرف يحتوي لقدامه. هي كل ده بيتحط تحت لفظ اسمه الكياسة، ان انت تبقى لبق، وان انت تبقى ذكي، وان انت تبقى هادي، وان انت تبقى شيك، وان انت تبقى طيب، وان انت تبقى منصح، ان انت تكون بتقول الكلام لخير الاخر اللي قدامك، ان اللي قدامك ده يستفيد، لان انت ممكن تقول له حاجة بكل شياكة وتكون في الاخر بتذبحه. انا هرجع تاني اقول لكم يا جماعه سبب ان انا مثلا اختار موضوع زي ده النهارده، لانه احنا فعلا في مرحله في حياتنا احنا كلنا محتاجين ان احنا نكون طيبين مع بعض. الكلمه مهمه جدا جدا. اولا الكلمه ككلمه بتتقال ازاي وتوقيتها، التلات حاجات دول مهمين جدا، احنا محتاجين نكون احن على بعض. وعايزه اقول لكم بقى ضيفوا على الكلمه دي الابتسامه. انا عارفه ان هي حاجات تبان تتكلم في ايه، والله بتفرق وانت داخل على مكان تقول صباح الخير وانت مبتسم، سلام عليكم وانت مبتسم، وبين بقول لك ايه كنت عايزه، طب ما في سلام، نرمي السلام لربنا، ارمي السلام الاول اوكي، وشوف الناس هتستقبلك بعد كده ازاي. الكلمه الطيبه، كلنا أعصابنا بتبقى كتير مشدودة، كلنا المسؤوليات بقت فوق طاقة البشر، كلنا عمالين نبص على بكرة واللي العالم كله مش فاهم ملامحه رايحة على فين. طب إذا في إيدنا حاجة وحيدة بسيطة مش هتكلفك حاجة، إن أنت تبقى بتعملها للآخرين، إن أنت تبقى طيب، تبقى حنين، تبقى عندك كياسة، تعرف تقول، تعرف تتكلم، ما تجرحش، ما تخبطش الكلام زي الدبش، ما تبقاش اصل يعني هي بحسها زراير. سهل جدا 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 ان انا بقللت الادب وجلياطه ودبش وبرمي طوب وكل حاجه،
صعوبة ان انا استوعبك، وفي لحظة كده يعني في لحظة يعني سوينا من الثانية ادرك ان اللي قدامي ده مش مستحمل، فما بقاش انا والدنيا عليه، اجي على نفسي شوية، انا هاجي على نفسي المرة دي، غيري هيجي على نفسه المرة دي عشان يحتويني ويستوعبني، وبنزق اليوم مع بعض. اعتقد ممكن تبقى الحكاية ماشية كده. حلقتنا النهاردة عن الموضوع ده، في انتظار تليفوناتكم 3833502 ده رقمنا الأرضي، و 015-59-55-1006 ده سيرفيس الواتساب. وفي مسج كانت جات على الواتساب، كان حد بيقول أنا كنت عايزة أتكلم في موضوع تاني بس حسيت أنه مش من الكياسة أن أنا أتكلم وأغير لكم الموضوع، لا اتكلمي أو اتكلم ما عنديش مشكلة، أنا أحب أسمع حتى لو برا الموضوع اللي أنا بتكلم فيه. البرنامج ده تحت أمركم، أنتوا تقولوا اللي أنتوا عايزين، في انتظاركم. اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. مكالمة زي ما قلت لحضركم، في حد كان بعت لنا على الواتساب كانت بتقول ان الموضوع برا الحلقة، بس انا ما عنديش مشكلة خالص، احب اسمع مدام كلفتي نفسك وكتبتي لي انا لازم اسمعك، وهي مش عايزة تقول اسمها وانا بحترم ده. الو الو، ازيك يا مريم؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ مبدئيا شكلك زي القمر. ربنا يخليك يا رب. حقيقي بجد ربنا يخليك يا رب من ذوق حضرتك، ميرسي. بصي يا مريم، اولا انا عارفه ان النهارده يوم الخميس، اليوم اللي بحبه عشان بسمعكم فيه، والنهارده بالصدفه تاريخ رحيل شخص غالي عليا قوي. اوكي. الكلام ده كان مثلا من اكتر من 4 سنين. أوكي. لا 4 سنين. ربنا يخليكي. أنا زهقت الناس كلهم وعيطت للناس كلهم ورثيته عند ناس كتير لدرجة أن الناس ابتدت تزهق من كتر ما أنا بتكلم على الشخص ده، فيمكن كنت حابة شارككم أنتوا، كنت حابة بس هو يعني هو مش رثاء أكتر منه، يعني لو الشخص ده لسه موجود أنا عايزة أقول له أشكرك على كل حاجة كويسة أنت عملتها ليا، أشكرك على كل وقت. يعني هو موجود ولا مش موجود؟ لا هو خلاص مشي. أوكي. بس يعني بتخيل إنه هو لسه موجود، وعايزة أقول له إني appreciating جدا لكل حاجة هو عملها عشاني، كل تشجيع شجعه لي، كل كلام حلو سمعه لي، كل وقت حلو احنا قضيناه سوا، بشكره على كل حاجة يعني. وعايزة اقول له كمان ان خلال 4 سنين اللي فاتوا دول انا ما فيش يوم عدى انا ما افتكرتوش، ما فيش يوم عدى من غير ما ابقى مفتقدة، عشان كده حسيت ان اللي انا هقوله ده ملوش اي دعوة بالكياسة اللي انت بتتكلمي عليها النهاردة، وكنت شايفة ان من الحكمة ان انا ما اتكلمش وابوظ لك مود الحلقة. لا يا حبيبتي، مهم انك تتكلمي، لان هو برضو قيمة كبيرة، وهو قيمة الوفاء والاعتراف بحاجات كتير حلوة، ودي احاسيس انسانية مهم حتى لو خارج سياق الحلقة، يعني بتدي برضو نموذج للناس انه الناس لما بتأثر في حياتنا ما بتتنسيش. فانا ما حبش اسمعك بتعيطي، ما حبش اسمع اي حد بيعيط، بس أنا عارفة أن ساعات في مشاعر في القلب ما بيعبرش عنها غير الدموع، فربنا يرحم الشخصية اللي أنت بتتكلمي عنها، وأتمنى أنه يفضل في القلب بس الحياة تستمر وما تفضلش دموع حتى بعد 4 سنين، لما نفتكره نبتسم نقول أن احنا ممتنين لوجود الناس دي في حياتنا. بصي يا مريم، بصي هي الحياة مستمرة، أنا باكل وبشرب وبشتغل وبتنفس وبتعامل مع ناس وبتعرف على ناس جديدة وبنبهر بناس وبتخانق مع ناس، الحياة مستمرة. بس عارفة دايما بشبهها بإيه؟ زي ما تكوني بتتفرجي على فيلم ألوان بس على تلفزيون أبيض وأسود، فاهمة الإحساس ده؟ ربنا يرزقك الفرحة من جديد،
ويرزقك حاجة تملأ قلبك من جديد، وتحسي فيها ان انتي بتاكلي وبتشربي وبتتنفسي وبتفرحي وبتخرجي وبتضحكي وبتلبسي حلو، وشايفة نفسك كمان جديدة في المراية لما تبصي على نفسك. يا رب يا رب. ميرسي يا مريم قوي، ميرسي على كلامك اللطيف. ربنا معاكي. ممكن اقولك حاجة خارج الحلقة بقى خالص؟ اتفضل. انا بعتلك على الماسنجر من فترة طويلة، بس يبدو ان مش ده الاكاونت بتاعك او حاجة، فلو جاتلك الرسالة دي بليز راجعيها اقريها. Thank you very much. طيب انا طب يعني اديني اي هنت كده، بس انا خلي بالك ان انا في رسائل كتير قوي بتجيلي، انت لو تشوفي انا صعب عليكي يا حبيبتي. والله العظيم، بس بحاول ارد على قد ما اقدر، بس اديني حتى لان انا مش عارفه اسم اللي بيكلمني. طب قولي لي اعرف منين انها انت. شفتي بقى؟ هبعت لك حالا مسج. طيب يا رب اعرف الاقيها. ثانك يو فيري ماتش يا مريم، ويلكم، نورتيني وفرفشي. على محبتك، اشكرك جدا. ابدا ربنا ابدا، ربنا معاكي، واسمع صوتك مره تانية مفرفش اكتر. يو عينيا. تسلم عينيكي، تسلم عينيكي. باي يا حبيبتي. مع السلامه، مع السلامه، باي باي. دايما باكد على حضراتكم، انا اصل هو مش حاجه اللي هو لو طلعت براها، لا 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 لا، الموضوع بينا يعني انا ساعات بقول لكم حاجات خارج سياق الحلقه اساسا، يعني بضرب امثله بخارج سياق الحلقه. يعني عايزه اقول لكم على ما نلومش على حد ان هو بقى دبش او جليات من غير ما نعرف السبب او من غير ما يكون اتوجه. انا دايما بقول، دايما بقول انا بعامل او بعاقب او بزعل من حد وبحكمه ازاي في حاجة هو ما يكونش اتعلمها. الشياكة وطريقة زي الاتيكات بالضبط، زي فكرة ازاي تاكل بالشوكة والسكينة. انا ما علمتكش تاكل بالشوكة والسكينة، طب انت هتعرف منين استخداماته؟ انت هتستخدم اللي عندك دول العشر صوابع وهتاكل بالعشر صوابع، لكن انت ما تعلمتش ان انت تاكل بالشوكة وبالسكينة. فهي هي نفس الموضوع، الأب والأم في البيت وبعديها المدرسة، بس الأب والأم فكرة وطي صوتك يا حبيبي. حبيبي ما ينفعش تقول الكلام ده، اتكلم حلو. عيب جبت اللفظ ده منين؟ نمسكهم كده من ال... من ال... من التيشيرت بتاعتهم. تعالى انت جبت اللفظ ده منين؟ مين قاله قدامك؟ نمشي ورا البكرة دي لغاية ما نوصل للأصل. فكرة ان نلاقي دبش بيترمي من العيال اول ما تحس ان ابنك عدواني شوية، اول ما تحس ان ابنك بيقول كلام ما بيفرقش معاه الناس التانية، وخصوصا لما بيكون متدلع، دي حاجة مهمة جدا. ومش شرط يكون وحيد، في وحيد ومتربي، بس في ناس بتبقى متدلعة مش فارق مع قطر، هو عايز يقول ويقول اللي هو عايزه، ما اسهل وما اصعب ان هو يفتح بقه ويتكلم ويرمي بقى دبش. لازم هنا، لازم هنا، لان لو عكسنا الكراسي، وانا دايما بحب اقول الحكايه دي عندي، لو عكسنا الكراسي وتقلنا ربع اللي احنا بنقوله هننهار، هيغمى علينا. الناس اللي بترمي ده لما بتلف الكرسي وتقول لها فوشاله، ايه ده انت ازاي تقولي لي حاجه زي كده؟ اما حضرتك يعني هو انا يعني بنص لسان مثلا؟ انا لو عايزه اوجعك هوجعك، انا لو عايزه اضايقك هضايقك. على فكره ده دي حاجه عبيطه جدا. اللي بيفتكر ان قلة الادب والجلياطة والالفاظ وتجريح الناس ان دي حاجة صعبة على حد، موهوم، واهم. دي اسهل حاجة حضرتك، ده زرار بيلت ان باي ديفولت، زرار بمزاجي انا، انا اللي بمزاجي اكون ذوق، انا اللي بمزاجي ابقى محترمة مع المحترم، انا اللي بمزاجي يبقى عندي كياسة وحافظ على مشاعرك. لما تكون انت حافظت على مشاعري كتير هتجرح، قابل. فاصل وراجعين. لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. مرة تانية على الهواء مباشرة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ومعايا تليفون جديد، معايا زينب. يا زينب. هاي مريم، ازيك؟ ازيك يا زينبو؟ عاملة ايه؟ دايما بيتقال لي الكلمة دي على فكرة. ما هو دايما تلحسي لازم نقول لزينب يا زينبو على طول. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس، الحمد لله كله تمام. الحمد لله. قريت المسج بتاعتك. شفتي بقى؟ شفت بس قوليلي بقى، اشرحيلي انت.
بصي انا من الناس اللي الحمد لله تربيت اني دايما راضيه باللي عندي، يعني ما بحبش ابص لحاجه في ايد غيري. ماما ربنا يخليها يا رب كانت دايما تعودنا على كده، ما حدش نعمه وفضل من عند ربنا وحلو قوي. طب ومتربيه برضو على ان الانسان ليه 24 قرط، فانا اخدتهم صحه وشغل وسفر وبعمل اللي انا عايزاه، غيري واخدهم بيت واولاد ودفى، غيري واخدهم فلوس كتير، يعني كل ده انا مقتنعة بيه الحمد لله. وناس كتيرة مش بتصدق ان انا فعلا مقتنعة، لا انا فعلا مقتنعة وراضية باللي ربنا بيقسمه. المشكلة اللي بتقابلني دايما، ودي بتبقى من اهل بابايا اكتر لان هم في اقاليم، يعني انه ليا بنات عم ولادهم اولموست من نفس السن عندي، فبيخبوا بقى لما واحدة فيهم تتجوز أو تخلف أو مش عارف إيه، فتلاقي إن هم فجأة أوب ده بكرة فرح فلانة، ده فلانة خلفت، أصل الموضوع جه صدفة. يعني إيه جه صدفة يا جماعة؟ هي صحيت من النوم لقيت نفسها بتولد؟ ما هي أكيد اتجوزت وخلفت يعني. ما أو دي فلانة مسافرة لجوزها، أصل الموضوع جه بسرعة ما لحقتش، يعني كانت ماشية في إجراءات السفر لجوزها وما لحقتش. فكذا مرة حصل الموقف ده، لحد لما في مرة من المرات يعني الكيافة اللي عندي أنا بقى راحت، فقلت لها لواحدة من قرايبي، يعني قلت لها بلاش لقم الفلاحين ده، يعني أنا مش هحسب بنتك ولا هبص لها في اللي ربنا قسمه لها، أنا راضية باللي عندي وأقدر أقولك إن أنا الحمد لله مبسوطة وسعيدة، أنا هعمل حاجات بنتك كمان شهر ولا شهرين مش هتعرف تعملها، انا هقدر اسافر واتفسح واتبسط بنفسي وانجح في شغلي واعمل حاجات كتير، بنتك مش هتعرف تعمل الكلام ده. طبعا هو الكلام قاسي ومش لذيذ، انا ما اقدرش اقول الكلام ده، بس اضطريت ان انا اقوله لاني كنت موجوعه من اللي بيحصل. يعني طب اقول لك حاجه يمكن 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 تفهمك الموضوع بشكل تاني، بليز. مش يمكن خايفين على مشاعرك، مش عارفين انتي سنسيتيف من الحكاية، هم يعرفوا منين انك راضية، يعرفوا منين انك قابلة، مش يمكن مش عايزين يجرحوكي لو حد اصغر منك بيتجوز وبيخلف، لو حد اصغر منك بيتجوز، لو حد اصغر منك مسافر، مش يمكن كانت محاولات ان هم ما يكونوش سبب في جرح ليكي؟ فكرت فيها من المنظور بتاعك طبعا، بس كان في كلام بيتقال بطريقه تحسسك انه يعني لا، هي فعلا من ناحيه ان هم خايفين على نفسهم اكتر من مشاعر. يعني انت برضو بيوصل لك الفايب، يعني انا ممكن اقول لك مثلا كلمه تبقى المقصود بيها حاجه حلوه هتحسيها، وممكن تبقى كلمه كويسه بس لا. هو ما ننكرش ان في خبص، يعني انا مر في حياتي برضو ناس بتبقى نبقى مسافرين وبنتكلم مع بعض ان احنا الاثنين مثلا كانت في يوم من الايام صديقه يعني، وان احنا عايزين نودي الباسبورات بتاعتنا مثلا علشان ناخد الشنجن وعايزين نسافر وعايزين وعايزين، وفجاه بلاقيها متصوره من ايطاليا مثلا. امتى يا اما امتى يا بابي وديتي البوسبور بتاعك؟ امتى ده حصل؟ بحس في الاخر ان انا لابسه قرطاس كبير وبتعامل مع الناس دي على ان هم ناس قريبين وهم ابعد ما يكون، فخلتهم ورا الشمس في حياتي مش موجودين خالص، لانه وهو ده اللي انا شيء متعب يعني. بصراحه هو ده اللي انا عملته، وحتى مش بس هقولك مع القرايب، يعني في اصحاب بيبقوا كده برضو، يعني ناس بنتعرف. بصي انا قلت لازم اقول لك لان في ناس فعلا بتبقى خايفه على المشاعر حتى لو طريقتهم صعبه، بتبقى النيه في الاخر انه طبعا في ال- 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 الوجهين لنفس العمله، ان يا اما خايفين على اولادهم لا يتنظروا، وممكن خايفين على احساس الشخص الاخر لحسن يتضايق. انا بحاول دايما ابص للحاجه من المنظور البوزيتيف علشان ما اضايقش نفسي اولا، وعشان يعني التمس لأخيك 70,000 عذر. يعني أنا في 90 دلوقتي، نعمل إيه بقى حضرتك؟ ما أنا عشان كده بقولك إن أنت يعني بيجي عليكي وقت زي ما بيقولوا إيه، كوباية فاضت بما فيها أنت. بس عايزة أقولك على حاجة، أنت عارفة هتحسي براحة أكتر إمتى؟ خديها مني بقى، هتحسي براحة أكتر لما تبقي عندك الفرصة إنك تقولي كل اللي أنت قلتيه ده وما قلتيهوش، بس أنت عارفة ولا غلطتي نفسك ولا طلعتي نفسك ان انت يعني محموقة او بتعرف، لما اللي هو ايه تعمل نفسك مش من هنا، اللي هو بجد طب الف مبروك طز،
هم نفسهم اللي يقول دي لا اتضايقت ولا زعلت ولا عملت حاجه. بهدوء بهدوء تماما، بجد الف مبروك، تتربى في عزكم تمام. اركني كل الحاجات اللي ممكن تاخد من طاقتك في الزباله. وعلى فكره هو انا فعلا بعمل كده. آه. انا بقول لك انا ما ولا يعني ما تحرقي دمك لحظه، ولا ترفعي العتاب ده للغاليين يا امي، ده حقيقي. العتاب ده للغاليين مش لاي حد معدي. انا فهمتها متاخر بس يعني يمكن حلو ان انا اقولها للناس، يعني ياخدوا احنا بناخد بخبرات بعض. انا عاتب حد بشوفه في السنه مره ليه؟ ليه؟ بالظبط ده حقيقي. ما انا بقول لك هشوفه مرتين يعني؟ مش عايزاهم. انا ما عاتبتش حتى ساعتها، انا كنت بكلم ببرود تام، واللي هو لا عشان انت قلت لها وانا هسافر وهعمل حق، ليه نبين كده وهو اساسا مش عندك اكيد في قلبك؟ انت ما انتيش واحده قاعده لهم عشان تثبت لهم حاجه، انت هم مش في حساباتك. لا هم طبعا مش في حساباتي، وانا معاكي في اللي انت بتقوليه 100%، بس زي ما قلت لك انت احيانا بيجي عليكي وقت بتبقى مثلا بقى هرمونات، يومك مقلوب وات ايفر، فاللي هو انت خليهم خدتي يشوفوا الجنة فيه. انجازاتك ايا ما كان هو ده اللي الانجاز. ان شاء بقى الله يا رب تكوني عملتي كورنر عليه فازه في البيت ومصوراه، شفتوا يا جماعه انا عملت الكورنر ده حلو ازاي، خليهم يشوفوا كده. بالظبط، هو ده اللي بيحصل حقيقي يعني. اه لكن ما ياخدوش من طاقتك. وخليكي عارفه يا ستي، ما هو ليتس سي انك بتتكلمي مع مريم ومريم طلعت خبيثه وسوسه وبتاع، عرفتيني علمي عليا خلاص، عامليني حاليا بطريقتي بقى، خليني اولع، لان هما الناس في دي لما المرحلة بي بي الفنية دي. اه اه انا معاكي 100%، يعني انا اي حد دلوقتي بيعمل حاجة ضايقتني مفيش اصلا مجال للعتاب، لا انت وقعت ومش هتطلع بيه خلاص. ويتعامل بمعاملته، طبعا طبعا يتعامل 100%. بمعاملته. ويا رب يا رب يا رب يا رب يا زينبو الاقيكي مكلماني قريب وتقولي لي اتجوزت، وكلمتهم كلهم قلت لهم جت بسرعة، حجزنا القاعة وجبنا عمرو دياب وجبنا مش عارفة راج وجبنا مين، بس انتوا ما كنتوش معزومين عشان عملنا بسرعة. إن شاء الله. ربنا يفرح قلبك حبيبتي، Thank you حبيبتي، ميرسي جدا ربنا جدا، معاكي، ربنا ميرسي، معاكي، باي 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 باي. باي. حتة أصل كانت بسرعة، كدب بس، كدب بس. مفيش حاجة بسرعة على فكرة، مفيش حاجة بسرعة. والواحد اللي هو الموزون لما بيحب يفرح بيبقى عايز الدنيا كلها تبقى جنبه. فحتة أصل كانت هتضايق، أصل كانت بسرعة، أصل ما أعرفش إيه، يعني كدابين بصراحة. أنا ما بصدقش الحاجات دي، لأن الحقيقة ما بقاش في حاجة بتحصل بسرعة أساسا، يعني كل حاجة بقى فيها خطوات كتير قوي 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 علشان تتعمل. السفر بقى فيه خطوات كتير عشان تتعمل، الجواز بقى فيه خطوات كتير عشان تتعمل، كتب الكتاب بقى فيه خطوات كتير عشان تتعمل، قراية الفتح، التعارف، الإعجاب، ده الإعجاب بقى بياخد 600 سنة رايح راجع. فجت بسرعة إمتى؟ أني بسرعة فيهم دي؟ التوقيت، البوصلة بتاعت التوقيت بتاعتكم إيه؟ يعني فاصل فاصل وراجعين، خليكم معانا. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وبنوصل معاكم لاخر لينك وبسرعه بسرعه بسرعه، فمش هضيع وقت اخد اخر تليفون معايا. معايا هبه. الو الو، ازيك يا استاذه مريم؟ اهلا يا هبه، ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله، وحشين جدا جدا. ربنا يخليكي، من ذوقك حبيبتي، من ذوقك، اتفضلي انا سامعاكي. انا طبعا يعني موضوع الحلقه ده يعني جزء من حياتي اللي انا مريت بيها، وان شخصيات انا انت حضرتك طبعا عارفه ان انا عملت معاك مداخله قبل كده، وقلت حضرتك ان انا فعلا مريت بظروف صعبه جدا، ومن خلال تجربتي في الحياه والظروف اللي انا يعني اللي تعبتني واللي مريت بيها، كنت محتاجة لكل حد طيب، لكل حد يدعمني، لكل حد حنين عليا في لحظة معينة أنا فقدت فيها الزوج، فقدت فيها السند، فقدت فيها حتى الأهل، ما لقيتهمش جنبي زي أي أهل بجد، ما فيش تدعيم، بقى في العكس هم كانوا، فقدت حتى ما فيش ظروف المادية فعلا كانت صعبة جدا، بقيت بثلاث أولاد وفي ظروفي الصعبة. في لحظة كده معينة يا أستاذة مريم بتحتاجي فيها فعلا للكلمة للمعنى اللي حد يدعمك، حتى لو
في حضرتك كده انت لما كلمتيني وقبل كده في برنامج انت اديتيني كلمتين هما فعلا كانوا يعني نقطة تحول ليا، يعني انا بشكر حضرتك فعلا عليها، وفعلا انا من خلال برنامج حضرتك انا بشكر حضرتك جدا على اسلوبك الطيب وعلى دعمك ليا وعلى يعني ليكي إدارة كده في أسلوب حضرتك، يعني في التدعيم النفسي أو في الصحة النفسية يخليكي حتى لو أنت عليكي جبل كبير وهم ثقيل أنت بتلاقي كلمة واحدة بس ممكن توصلك لحاجة يعني ما كانتش على بالك أصلا. يعني أنا طبعا بالنسبة لأهلي لما وقعت الوقعة اللي وقعتها دي عايزين يقفلوا عليا، معرفش أروح أشوف رزق لأولادي، معرفش أفتح على الحياة، ما لقيتش حضرتك إن مواجهة المجتمع هي اللي مش صعبة، بالعكس مواجهة المجتمع ممكن تكون أسهل بكتير من مواجهة الأهل في الظروف زي ظروفي. أنا عايزة أقول لكل أهل عندهم شخصيات زي شخصياتي يعني أو حتى الاحتياجات الخاصة، وأنا عارفة إن في ناس كتير يعني عندها ثقافتها حلوة وبتعرف تتعامل مع أولادها وختار ما يكون اللي عندهم احتياجات خاصة عندهم كمان مسؤوليات ولاد، وفجأة بقت الدنيا كلها عليهم والدنيا كلها تخلت عنهم، فبلاش تتخلوا عنهم، بلاش تتخلوا عنهم، بتبقوش انتوا والزمن عليهم بجد، هم بيبقوا محتاجين دعم كبير قوي 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 اكتر من الدعم اللي بره واكتر من الدعم المادي. عندك حق، يعني الدعم النفسي دوت حافز كبير قوي 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 لظروف زي ظروفنا بجد. يعني انا يعني الدوله مشكوره انها بتدعمنا نفسيا، بتدعمنا بتعمل كل حاجه عشان تدعمنا، بس لسه برضه ثقافتنا كاهل يعني انا بلوم طبعا صوتي لصوتك، واتمنى تكون رسالتك وصلت وربنا معاكي واسمع صوتك مره تانية. انا للاسف الحلقه بتاعتي بتخلص، بس انا مبسوطه ان انت برضو انا كان نفسي اكلم حضرتك اكتر من كده، بس والله بجد نعوضها الاسبوع اللي جاي، حاولي تكلميني الاسبوع اللي جاي. انا بشكر حضرتك جدا جدا، نورتيني، اتحتي لي ان انا فعلا اتكلمت مع حضرتك وطلعت فعلا احساس يعني اللي كان جوايا، وبشكر حضرتك مره، ويعني بشكر حضرتك كتير قوي على حبيبتي. على كل حاجه حضرتك قدمتها لي وكلمتيني فيها. كتر خيرك كتر خيرك كتر خيرك، ربنا يخليك حضرتك، ربنا يخليك، ميرسي قوي قوي، مع السلامه، مع الف سلامه، باي باي. يعني هو للاسف وقت الحلقه خلص، بس هي اللي بتقوله برضو بيخليني اروح على حته كده سريعه سريعه سريعه، وهي فكره الناس اللي احنا بنبقى ضامنينهم، الناس اللي واخدينهم for granted، الناس اللي هما بيكونوا أقرب سيركل لينا، إن كانت الأهل أو اللي بحبها واللي بحبه، لا ده أكيد مش هيزعل مني، لا ده أكيد معرفش إيه، فنفضل ندي كلام ندي كلام. لا، على فكرة للصبر حدود، للطاقة حدود، خصوصا لو بيشوفك مع غيره بره ذوق ولطيف وحساس وجميل وإنسان وراقي وبتاخد بالك من كلامك. طب أنت مبهدلني معاك ليه؟ علشان انا قريبتك؟ مبهدلني معاك عشان انا اختك؟ مبهدلني معاك عشان انا اخوكي؟ مبهدلني معاك علشان انا مامتك؟ عشان انا بابا؟ ليه؟ الكلمة رصاصة، يا اما مرهم، وانت بقى اللي بتختار تستخدم لسانك ازاي وتقول الكلام في مكانه من غير ما يذبح اللي قدامك، بل بالعكس يكون حاجة بتخدمه، حاجة بتنصحه، حاجة بتقويه، حاجة بتشد من ازره، ده مهم جدا. أنا بشكركم على حلقة متميزة as usual زي كل يوم خميس، بشكر يوسف، مش عارف أشكر يوسف ولا المانجا الحقيقة، لأن كان في 8 مانجا خلوه النهاردة بختار أغاني مختلفة، الناس كلها بتشكر فيه النهاردة، فخليك مع المانجا بقى، حوش عشان الشتاء مفهوش مانجا، خليك. وإن شاء الله أقابلكم الأسبوع اللي جاي، هنبقى في سبتمبر بقى، خلاص أوجست خلص، نقابلكم في سبتمبر، وبتمنى لكم من دلوقتي 3 شهور حلوين نقفل بيهم السنة بطريقة بوزيتيف، وندخل بيها على السنة الجديدة إن شاء الله بشكل حلو، والمدارس بقى best of luck، باي باي. كنتم مع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.